صباحك سعيد مجحم مرة أخرى، وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنصب عليك وعلى مشاهدينا مرة أخرى وعلى الهواء مباشرة من محافظة مادبة اللي بتمتاز بوجود العديد من المعالم الأثرية والتاريخية والطبيعية والسياحية، والعديد من المعالم المميزة اللي بتعود لعدة حضارات عريقة عبر العصور المختلفة، والعديد من المعالم السياحية من أهمها مركز زوار مادبة اللي تم افتتاحه عام 2001، وهو نقطة انطلاق السائح والزائر للمدينة الأثرية، كما يضم هذا المركز أكبر لوحة فسيفسائية في العالم. طبعا مشاهدينا، لحتى نتعرف أكثر على الواقع السياحي في مدينة مادبة راح يكون معنا الأستاذ وائل الجعنين، وهو مدير سياحة مادبة. أستاذ وائل صباحك سعيد ويعطيك العافية. الله يصبحكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم. بنصب عليكم وعلى الزملاء في الاستوديو، الأخ مجحم والأخت سمر، وأهلا وسهلا فيكم في مادبة. طبعا أنا يعني قبل ما أحكي عن الواقع السياحي، يعني شايف إنه في أعداد من السياح، وشايف في حركة ما شاء الله من الصبح، يعني أنا مبسوط جدا يعني إحنا من سنة مركز الزوار إنه في حركة سياحية. حبيت تحكي لنا شوي عن الحركة السياحية للآن اللي بتشهدها مدينة مادبة، وبعدين نتعرف أكثر على القطاع السياحي وأهم المعالم السياحية والأثرية الموجودة في المدينة. يعني نشكر الله إنه هذا العام عام مختلف عن باقي الأعوام الماضية، حركة سياحية نشطة بتشهدها محافظة مادبة، حيث بلغ عدد زوار هاي المحافظة ما يقارب 283,000 سائح، في حين بلغ في عام 2018 ما يقارب 201، أي نسبة زيادة بمعدل 40%. والأيام القادمة ستشهد أيضا محافظة مادبة ازدياد في أعداد الزوار، وهذا كله نتيجة الخطط والاستراتيجيات التي تعمل بها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة على استقطاب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم. حقيقة لما بنحكي عن محافظة مادبة بنحكي عن المدينة العالمية التي اعتمدت من مجلس الحرف العالمي بالفسيفساء الحجرية، وأيضا انضمينا في عام 2017 لشبكة المدن المبدعة كأحد المدن المحترفة بحرفة الفسيفساء، وهذا يعمل على استقطاب العديد من الزوار. وقبل أسبوع وزارة السياحة وبلدية مادبة أيضا ومعهد الفسيفساء شاركنا في المؤتمر السنوي لمنظمة اليونسكو في شبكة المدن المبدعة في إيطاليا، والحمد لله روجنا وسوقنا لهذه المحافظة، وبإذن الله سنعمل على استقطاب العديد من السياح لهذه المحافظة. مادبة، عندما نتكلم عن مادبة نتكلم عن التاريخ، عن الحضارة، عن مدينة الفسيفساء، عن مدينة الكنائس، عن مدينة الحرف والصناعات اليدوية. ما يميز هذه المحافظة عن باقي محافظات المملكة هو تعدد وتنوع المنتج السياحي، والذي يلبي كافة أهداف السياح كالسياحة الدينية والثقافية والعلاجية والمغامرات وغيرها. تعتبر مادبة من أهم المحافظات الموجودة على الخارطة السياحية، بما حباها الله من موقع متميز وتباين في المناخ والتضاريس، جعل من هذه المحافظة مركز لاستقرار العديد من الحضارات كالحضارة المؤابية والنبطية والرومانية والبيزنطية وغيرها من الحضارات التي تركت لنا إرثا نشاهده في كل ركن في المدينة وأطرافها. تزخر هذه المحافظة بوجود العديد من المواقع السياحية والأثرية التي هي أصبحت محط أنظار العالم، كزي ما أنتم شايفين إحنا الآن في مركز زوار مادبة. هذا المركز الذي يستقطب كافة السياح القادمين ونقطة وصول وانطلاق السياح لقصبة مادبة ولجميع المواقع الموجودة فيها. يعني زي ما بنشوف أهم ما يميز هذا المركز أنه يوجد فيه بعض الغرف الدالة على المواقع السياحية والأثرية، وتشرع عن أهمية المواقع وعن المسارات السياحية الموجودة فيها كالمسار التراثي الديني العلاجي المغامرات الثقافي، مسار ديبون السياحي اللي اعتمدناه مؤخرا، والحمد لله يعني هاي المسارات كلها تعمل على جذب السياح. ونظرا لأهمية مادبة الدينية والتاريخية، قامت وزارة السياحة مشكورة بتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والتي أسهمت في تطوير المنتج السياحي وزيادة أعداد الزوار وتحفيز المستثمرين على إقامة المنشآت السياحية، وبالتالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمع المحلي. نعم. طب إحنا نعود إلى المركز الزوار كون إحنا موجودين فيه، يعني بتمنى كمان زميلنا معاذ الجحاوشة إنه يستعرض الأكبر لوحة فسيفسائية، يعني حابين نحكي شوية عنها لحتى نعرف الناس عليها. يعني هي تعتبر أكبر لوحة فسيفسائية في العالم موجودة بمركز زوار مادب، وأيضا بتدل على هذه المدينة الحرفية الأهم في العالم أيضا. يعني إحنا حقيقة بعد فوزنا بلقب عالمي من مجلس الحرف العالمي كان لابد أن نعمل
شيء يبين ماذا بك فسيفساء. فهاي الفكرة إجت مشكورين من جمعية تطوير السياحة والمحافظة على التراث، تقدموا لنا بهدية لوزارة السياحة، وإحنا قمنا على ترميمها وعمل جدارية كبيرة، والحمد لله استطعنا أن تكون هاي معلم سياحي لكل السياح القادمين. هاي طولها ما يقارب 30 متر بارتفاع 6 متر، 180 متر كاملة مربع. هاي يعني دالة على الطريق الملوكي من أقصى شمال المملكة إلى جنوبها، والحمد لله يعني أصبحت كل زيارة عم السياح عم تقف عند هاي اللوحة وعم بتأخذ صور تذكارية وعم بتشوف المعالم السياحية الموجودة في محافظة مادبة. نعم، يعني إحنا في فصل الصيف يعني تكثر فيه الحركة السياحية، حابين تحكينا شو خطتكم لتنشيط وتطوير الحركة السياحية في مدينة مادبة؟ يعني الحمد لله الأعداد اللي بتزايد دائما في السياح بتطلب منا أن نعمل يعني خطة مدروسة لاستقطاب العديد من السياح، والحمد لله من خلال مشروع المشاريع جاذبة للسياحة بالتعاون مع إخواننا بمجلس المحافظة عم بدأنا نقيم عدة فعاليات ومهرجانات سياحية حتى نهاية هذا العام. يعني قبل فترة عملنا معرض للصناعات والحرف اليدوية لأبناء المجتمع المحلي، وعرضنا المنتج المادبي كفسيفساء ومختلف الحرف. عملنا مهرجان خاص بالتراث العالمي، والآن سنعمل فعالية بيوم الموسيقى العالمي، وأيضا فعاليات الصيف راح يكون في عنا فعاليات مختلفة فنية فلكلورية في مركز الزوار وفي الشارع السياحي وفي مناطق مختلفة من هذه المحافظة حتى نعمل على جذب السياحة. كمان لابد الإشارة بأنه برنامج يلا معنا أردننا جنة اللي أطلقته وزارة السياحة بالشهر الماضي، الحمد لله عم بيزيد أعداد السياحة الداخلية لمحافظة مادبة من خلال البرنامج هذا، لأنه البرنامج هذا يقدم دعم للمواطن الأردني 40% من قيمة البرنامج، وبالإضافة إلى دخول المواقع مجانية والنقل أيضا مجاني، وهذا بينعكس على السياحة الداخلية بشكل عام. نعم، شكرا لك أستاذ وائل، وبتمنى لكم إن شاء الله يعني زيادة في أعداد السياح، وإن شاء الله تكون مدينة مادبة نموذج جميل للسياحة في العالم. شكرا لك، صباحك سعيد. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة مادبة، حاولنا من خلال هذه الفقرة نسلط الضوء أكثر على القطاع السياحي، وهو من أهم وأبرز القطاعات الموجودة في مدينة مادبة، وتعرفنا أكثر من خلال مدير السياحة الأستاذ وائل جعانين على هذا القطاع الجميل، على مركز الزوار، أهم المواقع الأثرية الدينية السياحية الموجودة في المدينة. والآن راح أترككم مع بعض اللقطات الصباحية من مركز زوار مادبة. صباحكم سعيد.